Oui, bonjour. مرحبا، أنا اسمي رولا، جاية من سوريا، عايشة بسويسرا، معي رفيقتي اسمها. أنا أسمهان من سوريا، إلي 3 سنين بسويسرا، ساكنة بكلارون. جينا على الكافيه بيانفينيو مشان نتعلم فرنسي، نحكي مع العالم، نختلط في نشاطات كتير 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 حلو. الأولاد بيجوا بيلعبوا بيتسلوا وبتعلموا شغلات جديدة، حتى نحن بنتعلم شغلات كتير حلوة وبيعلمونا. وقبل ما نجي على الكافيه كنا ما نختلط مع العالم، ما نعرف نحكي فرنسي منيح. بعدين تعلمنا هون شوية فرنسي، تعلمنا كيف نختلط مع العالم، تعرفنا على ناس جدد، وحبينا إنه نجي كل أسبوع نجي لهون نتعلم ونختلط مع العالم ونعمل نشاطات كتير حلوة. وبيطلع على مكان إنه الواحد يتعرف على عالم جدد. في كتير نشاطات للأولاد الصغار يلي هم داخلين المدرسة، في كتير نشاطات حلوة، متعلم شوية فرنسي. الواحد بحب انه يتعلم شغلات جديدة، حلو الاختلاط. والاختلاط حلو، خصوصا هون بالسنتر كتير العالم هون بيتعاطفوا معك وبيعلموكي شغلات كتير حلوة وبتغيري جو. اهم شيء انه الواحد انه يغير جو ويتعرف على عالم من كل البلدان ونعمل نشاطات ونتسلى. في نشاطات للكبار، في نشاطات للأولاد المدرسي بعد الظهر، في نشاطات للأولاد اللي ما داخلين المدرسي، يعني كثير حلو السنتر، يعني مجتمع للكل بتحسي. شكرا كثير لكم، ونحن شكرا كثير كثير. حبينا نحكي مشان العالم تعرف كيف نحن هون بنجي بنعمل شو بنعمل بالسنتر، وشو في للأولاد وشو في للكبار. وشكرا كثير لكم على السنتر والمعاملة الحلوة. شكرا ميرسي كثير كافيه بيافيني. ميرسي. ميرسي.